السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا حصدنا جزء من السمك، خدنا الكبيرة اللي فيه، تمام، في نظام الساندوبونيك. طبعا يعني الاحجام برضو ما بين 200 جرام و 205 210. احنا عندنا حوض هنا في عدد كافي من الاسماك للدورة اللي جاية ان شاء الله، نحصده كده على شهر 4 او شهر 5. الجديد هينزل هنا في الحوض ده في شهر 3 ان شاء الله. طبعا لما تيجي تنزل سمك هتنزل سمكة بايتة. التأخير في الدورة شوية بيخليك تدخل في شهر 12 شهر 1، وشهر 1 درجة حرارة بتنزل لأقل من 18، ودي درجة حرارة بتبقى خطر على الأسماك وتؤدي إلى نفوق عدد من الأسماك. يعني احنا مات عندنا هنا حوالي 10-15 سمكة. علشان أتجنب ده لابد إن أنا أبدأ الدورة من شهر 3، يبقى هحصدها في شهر كام؟ في شهر 9، في آخر 9. 4 هحصدها في 10، 5 هحصدها في 11، شهر 6 هحصدها في 12. اللي بادي 3 عاوز يحصد في 12 مفيش مشكلة، عاوز يزود ياخد أوزان أعلى مفيش مشكلة، لكن متأخرش عن شهر 3، شهر 4، شهر 5، وضيف عليه 6 شهور، يبقى أنت شهر 11 شهر 12 بكتير تشيل. فلو تأخرت عن كده نصيحة مني ما تزرعش. يعني أنت لو تأخرت عن شهر 5 إنك تنزل سمك ما تنزلش سمك. أنت عندك حاجتين لازم تتجنب، انك توصل لاخر لبعد شهر 12، لان هيحصل عندك يا اما نفوق يا اما ان السمكه هتصوم عن الاكل. معنى كده مفيش تقدم في الاوزان، يعني الاوزان اللي واخدها النهارده دي اوزان شهر 11 هي مفيش زياده في الوزن، بالعكس ممكن الوزن بتاع السمكه يزيد. يعني السمكه اللي جايبه معايا 205 دي هتلاقيها كانت وزنها اكتر من كده. نصيحة نصيحة نصيحة، نزل السمك في شهر 3، شهر 3 ماكسيمم، آخر شهر 4، بعد كده نصيحة ما تنزلش السمك. طيب لو أنا هنزل بعد شهر 4 أو شهر 5، أو حتى لو نزلت سمك في شهر 6، يبقى في الحالة دي حوض زي ده هيعوز سخان كهربي. السخان ده 800 واط، السخان يكفي حوض زي ده لأنه 800 واط. يبقى حوضين زي دول عاوزين لهم سخانين، السخان ب 2700 جنيه. لو انت هتأخر عن شهر 5 في انك تنزل سمك، وبالتالي هتضمن السمك تاكل معاك في شهر 1 وشهر 2 عادي خالص، وتحصد في اي وقت انت عاوز. وبدل ما تطلع دوره واحده في السنه او دورتين تقدر تطلع ايه، بدل ما تطلع دوره واحده تقدر تطلع دورتين لو انت ركبت سخان. ماشي كده. طبعا احنا كنا فضينا الميه من هنا، تمام، ورفعناها هنا علشان نحصد السمك، وحصدنا، وهينزل دلوقتي معايا في الفيديو هوريكم السمك اللي احنا حصدناه. لايك وشير، وعشان بس الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن يستفيد من المعلومات اللي انا قلتها النهارده. يا رب تكون مفهومة. طبعا في النهاية انا بشكركم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي احنا قلناها النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.